انضم الينا من غزه الدكتوره سهيله ترزي، مديره المستشفى الاهلي العربي في غزه التابعه للكنيسه الاسقفيه في القدس والشرق الاوسط. مرحبا بك دكتوره سهيله. دعيني اضع بين يديك خيط البدايه في معرفه الوضع بالنسبه للمستشفيات في القطاع بشكل عام، ثم مستشفاكم بشكل خاص. بالحقيقه الوضع الحالي مأساوي جدا. عدد الجرحى كبير كبير كبير، أكثر لليوم أكثر من 13500 جريح، غير الشهداء يقرب عددهم 4000. المستشفيات في حاجة ماسة إلى أدوية، إلى مستلزمات طبية، إلى بترول لضمان تشغيل الكهرباء. مستشفى بدون كهرباء لا تسوي شيء. هناك من العدد الكبير تجرى العمليات في الممرات الخاصة بالمستشفيات. الوضع مأساوي ومأساوي للغاية. كيف هو الوضع بالنسبة للمستشفيات التي طلب منها أن تجلي أو أن تنتقل إلى مواقع أخرى؟ أنا لا أدري مدى استجابتهم لهذا الأمر، بس إذا بدي أركز على مستشفى الأهلي العربي، يعني أين يذهب المرضى؟ أين يذهب المرضى؟ أين يذهب الناس الذين التجأوا إلى مكان من هل تلقيت أنت شخصيا اتصالا بضرورة الإجلاء؟ لست أنا، لكن الزميل لي وهو المدير الطبي جاءه تحذير مرتين أن يخلى المستشفى. وللأسف أين نذهب وأين يذهب الناس؟ وما كان في بالنا. ما ترتيب الأولويات إذا أردنا أن نرتب الحاجات الطبية التي تحتاجونها الآن؟ الحاجات الحيوية لبقاء هذه المنشآت الطبية قادرة على أداء مهامها. باعتقادي أول شيء البترول لضمان وجود وقود، ثم الأدوية والمستهلكات الطبية، هذه هي الأهمية. كما في احتياج إلى وفود صحية متخصصة لمد يد العون للأطباء. الأطباء لا يستطيعون أن يتعاملوا مع كل الحالات لكثرة هذه الحالات، والسماح لبعض الجرحى الخروج لتلقي العلاج في الخارج. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، للأطفال الخداج، لمن يحتاجون إلى تصفية الكلى، ما وضعية هؤلاء من غير المصابين والقتلى في هذه الحرب؟ بالحقيقة نقص الأدوية هو مشكلة، مشكلة كبيرة، ونقص الكهرباء مشكلة أكبر. أنا متأسفة أقول سيدفعون حياتهم ثمنا لشحة الأدوية وقلة الكهرباء. للأسف هناك شح كبير بأصناف هذه الأدوية الخاصة بأمراض الكلى والأمراض المزمنة. ما وضعية بنوك الدم؟ وهذه مشكلة أكبر، مشكلة أكبر. يعني شو بدنا نحكي؟ نزيف الدم كبير، ونأمل السماح للأدوية والمستهلكات والدم أن يسمح له بالدخول إلى غزة. غزة غارقة في بحيرة من الدماء. هل تلقيتم أي مؤشرات، خاصة مع الحديث الآن عن احتمال فتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية وربما السماح لأصحاب جوازات سفر أجنبية بمغادرة القطاع، هل تلقيتم أي مؤشر على إمكانية السماح لبعض الحالات الخطرة أو التي تعاني من وضعية خطرة في الخروج لتلقي العلاج من الخارج، أو أي معلومة عن طبيعة المساعدات؟ هل فيها بالضبط ما تحتاجونه من أولويات؟ بالحقيقة
بالحقيقة نتلقى هذه المعلومات من أجهزة الميديا والتلفزيون، ليس لنا اتصال مباشر بأي جهة لتطمئننا عن ذلك، وخصوصا اليوم كان الصليب الأحمر الدولي في زيارة للمستشفى الأهلي ولم يتطرق إلى هذه المواضيع أبدا. تنسقون مع من كمؤسسات طبية؟ من الجهات التي أنتم على تواصل معها لتنسيق عملكم؟ بكوننا مؤسسة غير حكومية، ليس لنا إلا الصليب الأحمر أن ننسق معه في أي أمور تخص المستشفى الأهلي. جميع المستشفيات الأخرى الزميلة إن كانت حكومية أو غير حكومية تعاني نفس المعاناة التي تعاني المستشفى الأهلي العربي. وفي إطار تنسيقكم هذا، لا يعني يتقاطع تنسيقكم مع جهات مثل السلطة الفلسطينية على سبيل المثال، الجهات من الجانب المصري، وكالات الإغاثة الدولية؟ نحن غير مخولين أن نتصل بجهات رسمية أكبر من الجهات الطبية الإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي أو الهلال الأحمر الفلسطيني أو وزارة الصحة. ليس لنا المجال أن نتصل بالجهات الأكبر من ذلك. هل من أرقام بالنسبة للمستشفى الأهلي العربي، عدد الجرحى، عدد المرضى الموجودين الآن، المصابين الموجودين الآن؟ الآن للأسف المستشفى الأهلي بعد الضربة الكبيرة تأثر بشكل كبير، ليس البناء ذاته ولكن داخل الغرف الآلات، الوضع يحتاج إلى بعض الأيام كيما نستطيع أن نشتغل بالمستشفى بالوجه المرضي للجميع. نحن على قدم وساق، يشتغل الطاقم الطبي والغير الطبي لإصلاح ما قد تلف وقد تلف بشكل كبير في داخل الغرف، خصوصا غرف العمليات وغرف إقامة المرضى والمكاتب الخاصة بالموظفين. ما الصورة المكونة لديكم الآن عن ما جرى للمستشفى، عن القصف الذي تعرض له المستشفى؟ بالحقيقة يعني نأسف أن يكون المستشفى المكان الآمن، المكان ملاذ الجميع، أن يقصف بهذه الشكل. كانت صدمة كبيرة جدا، خصوصا أن هذا المستشفى يتبع الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وعلم الكنيسة معلق وظاهر للعيان. كانت صدمة كبيرة لنا، لأنه من المعروف وحسب الأعراف الدولية الكنائس والجوامع والمستشفيات يجب أن تكون مصانة، وهي الأماكن التي يجب أن تكون آمنة. هل لديكم تصور واضح عن حقيقة ما جرى؟ لأنه الجانب الإسرائيلي لديه رواية تتهم أطرافا أخرى وتدفع عنه المسؤولية. لا أدري ماذا أقول، خصوصا أنه قبل يومين من ضرب المستشفى تلقى المستشفى قصف لقسمين به، وتلقى المستشفى إنذاران عن طريق المدير الطبي، ثم للأسف ضرب المستشفى. لابد الضمير العالمي أن يقف
أمام هذا الحدث المؤلم. كم نوع الإصابات بشكل كبير يدل على أن نوع السلاح الذي استعمل سلاح متقدم. أطفال في الكنيسة، أطفال في الكنيسة التي تبعد 40 أو 50 متر يجدوا قتلى. أشخاص على بعد 100 متر من واقع الضرب قتلوا. أنا لست بالخبيرة، لكن الظواهر تبين على أن السلاح المستعمل هو سلاح متقدم. أشكرك من غزة دكتورة سهيلة ترزي، مديرة المستشفى الأهلي العربي في غزة التابع للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، المستشفى المعمداني كما يصطلح عليه الآن في الإعلام، أو كما اشتهر باسمه في حادثة قصف المستشفى في الساعات الماضية. شكرا جزيلا لك.